السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج الريفت بيرسم حاجات كويسة جدا 3D، فأنا بحتاج إن أنا أكتب شوية بيانات عليها. فمن الأنوتيشن ليه إن أنا أختار تكست، وليه إن أنا أختار التاج، وليه إن أنا أختار الكينوت. الكينوت بيضيف لي بيانات كتيرة جدا وفكرته بسيطة. أدوس عليه element الكينوت وأبدأ أدوس على أي عنصر أنا عايز أحط بيانات عليه، بحيث إن المقاول او المهندس اللي شغال بعديه يبص في المشروع فيعرف الحاجه دي ايه البيانات اللي فيها. فبدل ما انا بكتب بيانات كتير على اللوحه، لا ده انا بدي رمز، ولما يبص في الرمز دوت يعرف الرمز ده بيدل على ايه. يعني مثلا اقول له مثلا ان ده نوعه اكيوبمنت، ده نوع مثلا اي حاجه مثلا كمثال. اوكي، فاللوحه بيظهر فيها الرقم دوت، هو يبص في الرقم ده مرتبط بايه ويبدا يشتغل على كده. هي المشكلة بقى ان انا اعدل في الحاجات دي ازاي. هو ملف الكينوت دوت مرتبط بملف تكست. ملف التكست عشان اجي اعدل فيه هو يدوي، بلاقي ان هو رخم ان انا اعدل فيه. في برنامج بيسهل عليا التعديل جدا اسمه كينوت مانجر، زي ما انتم شايفين اهوت. بقول له براوس واختار الملف اللي انا حاطه، يعني الملف اللي انا المفروض هشتغل عليه، وليكن مثلا على الاي. انت بتدور على الملف بتاعك اللي هو ريفت كينوت شرطة متريك دوت تي اكس تي اوبن، وكده بيبقى سهل ان انا اعمل عليه تعديل وازود. يعني لو مرنا بيديني مثلا ان انا ادد توب ليفل، ازود حاجة تانية ان انا انسخه وعدل فيه، ان انا اعمل له ايديت، اغير الرقم دوت، ان انا اغير الديسكريبشن بتاعه، اغير مكانه، اغير العنصر اللي فوقيه، انقل العنصر تاني. كل الحاجات دي بتتعمل بصورة اجمل وبصورة اقوى، بحيث ان انا ابقى متمكن من الكينوت واظبطها للمشروع بتاعي. اخوكم عمرو سليم.